بالفعل هي أول عقد شراكة يتم بين نادي رياضي وشركة تأمين، خاصة الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين. العقد هذا عنده جانب معنوي، أولا يطلع في قيمة نادي رياضي صفاقسي. اليوم اعتراف أنه الجميع أنه النادي رياضي صفاقسي من كبار الفرق التونسية. ثانيا نحن بالنسبة لنا نحن كنادي رياضي الصفاقسي، العقد الشراكة مع ستار يعطينا دفع معنوي ومادي يخلينا نحلم ونأمل أنه ممكن فما عقود أخرى في طور النقاش فيها إلى حد الآن، اللي من شان العقد هذايا يدعمنا في تحقيق الأهداف هذايا. كما قلت ستار ماهيش أي شركة، ستار اليوم تبحث عن تموقعها في صفاقس كما بحثت قبلها اتصالات تونس، وبالتالي اليوم النادي الرياضي صفاقسي أصبح نجم نقوله فريق لا بد من المرور منه لاسترجاع السوق في صفاقس، إعادة الموقع بالنسبة للشركة التجارية وشركة الخدمات في السوق الصفاقسية. وبالتالي هذا شرف لنا أنه اليوم الفريق فعلا أعطى للجهة قدرها وقيمتها، ونأمل أنه بالعقود هذه نكمل نواصل النتائج الإيجابية للنادي الرياضي الصفاقسي، ونخلق موارد قارة للنادي الرياضي الصفاقسي في السنوات الجاية إن شاء الله. هذا ما يخلي النادي الصفاقسي على السكة الصحيحة باش يكون عنده على الأقل مداخيل قارة، ومداخيل تسمح له باش يواجه الطلبات نتاع هالمصاريف اللي ديما معناتها كل في ارتفاع، وإن شاء الله معناتها الصفاقسية كل يستجابوا للدعوة هذه، وكل إنسان يأمن على شركة مع شركة ستار وتأمينات ستار إلا ونادي الرياضي الصفاقسي باش تكون ليه فايدة وتكون عندها نسبة من عملية العقود هذه. ولذا ندعي كل الأحباء النادي والناس اللي يحبوا نادي الرياضي الصفاقسي باش يتعاقدوا مع ستار، وباش يكون معناتها عندهم معاملات مع ستار كما عملنا مع اتصالات تونس. اليوم الحمد لله السي اس اس موبيل خذات نيتو، اليوم بدينا بستار وان شاء الله عقود اخرى في المستقبل ان شاء الله.